العمال متعرض له من الكراد يومي بشكل يومي باستمرار، وما في مره تنقصف فيه بلدتنا الا ما بروح فيها اكثر من شهيد ومن عشرات الجرحى. يعني طيله فتره شهر رمضان هي صار عندنا تقريبا فوق الخمسه شهداء وبالعشرات الجرحى، وكمان بالاضرار بالمحاصيل الزراعيه من ارض الحنطاش، يعني القمح والشعاير، وفي كرم الزيتون كمان احترق مزروع بيناته، وهذا احترق كليته. في مباني كمان نزلت على الارض من ضرب هالكرود اللي غربيتنا متمركزين في قريه الشيخ عيسى وتل رفعت. في حوشين تدمروا، وحده تدمرت على خالص، وحده شغل جزئي، ودو دو حوش ثاني كمان داري انا هي هون محل ما وقعت وظيفتين، وحده نزلت قبلي الحوش، وحده هي شمالي الحوش، هي كان اضرارها اكثر شيء جسيمه على داري، ادت لتكسير هالزجاج لهالبلور، ويعني هالبواب كلها تخلوعت. ارتجاج هالوظيفه هي مو شيء سهل، يعني لو انسان موجود انت تفرج انت على الشجر شلون كله يتهشم من هاي الشظية، تصور انت هذا الحديد اللي صار فيه، ما بالك لا تاخذني من هالكلمه لو بني ادم ايش كان صار فيه. فلذلك لا تاخذني، بدنا نصبر والله يخلصنا من هالطغاة هي اللي الى مطامع فينا، لا هي اراضيا ولا هي يعني مواطن، عباره عن احتلال، احتلال مثل اي عدو.